السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب صف الثالثة ثانوي، شهادة ثانوية، مع السي جديد، مقال جديد للأستاذ أيضا مستر مصطفى عبد العال، بارك الله فيه جزاه الله خير. طب المرة دي بقى على Climate Change Conference، Climate Change Conference COP27، طبعا مؤتمر التغير المناخي اللي هو لسه كان معقود في مصر، الرقم 27. طيب Climate Change Conference، طيب بيقول لك يا سيدي، طبعا الإساي دي مهم جدا. ليه؟ لأنها عن أحداث معاصرة، يعني شغالة الأيام اللي فاتت، فمعرض إن تجي لك في الامتحان. دي حاجة. الحاجة التانية، ما حدش قالك اكتب زي ما موجود فقط بالضبط يعني، بس على الأقل تبقى عارف بعض المصطلحات، بعض الكلمات، بعض التعبيرات، عشان لما تيجي تألف، قصدي تكتب يعني، تبقى عارف حتى شوية. صح ماشي يا جماعة. بيقول لك the COP26 conference last year culminated in، تمام، in the Glasgow Climate Charter. طبعا Glasgow دي مدينة في اسكتلندا. طيب which came 5 years after the signing of the Paris Accord and which kept the global of reducing global warming to 1.5 alive but with a weak pulse as the UK presidency declared. ان الكونفرنس او المؤتمر 26 بتاع قمة المناخ كان معقود في مدينة في اسكتلندا، جلاكسو، و ده جاي بعد 5 سنين من وثيقة الأكورد بتاع باريس، عاصمة طبعا فرنسا، اللي كانوا متفقين إن يقللوا الجلوبال وارمينج، الحرارة العالمية، ل1.5، لكن إيه، لم ينجح بشكل كبير. يعني لا، a weak pulse، هو يقصد يعني إن التطبيق العملي للوثيقة دي كان ضعيف، weak pulse، زي ما قال إيه، زي ما قال رئيس المملكة المتحدة. بعد كده الباراجراف الثاني بيقول progress has been made to make the Paris Agreement work at full capacity، وعشان النجاح ده يتحقق بقى by finalizing details of its practical implementation، التطبيقات العملية بقى اللي هي known as Paris Rule Book، باريس ايه، رول بوك، يعني زي كتاب عملي او القواعد بتاعة الشغل. بالاخر الباراجراف الثاني بيتكلم على ازاي النجاح يحصل عن طريق تخليص، او انك انت ايه، تفنش يعني finalizing ال practical implementation، التطبيقات العملية، جاي من كلمة practical عمل، implementation معناه برضو ايه، تطبيقات او على ارض الواقع يعني. طيب باراجراف الثالث بيقولك at COP26 the countries agreed to make stronger commitments، يعني البلاد او الاقطار او يعني الدول وافقت to make stronger commitments، انها تعمل التزام قوي يعني this year including، بتضمن الكلام ده updated national plans with more ambitious targets، نعمل يعني خطط دولية لكل دولة يعني، وتكون أكثر طموحا ambitious، but only 23 of 193، بس 23 دولة من 193 country have submitted their plans to the UK so far. مفيش غير 23 دولة للأسف هم اللي أخضعوا خطط دولتهم يعني دولهم اللي قالته اليوكي، المملكة المتحدة. According to the presidential vision statement COP27، طبعا طبقا للرؤية أو الكلمة اللي اتقالت في قمة المناخ 27 اللي كانت في مصر، تمام، will be about moving from negotiation and planning to implementation، من النقاش والنظرية للتطبيق of all these promises and pledges made.
of all promises and pledges made. لكل الوعود والمواثيق التي هو pledges معناها ميثاق. promises طبعا وعود. يعني الباراجراف الرابع بيقول إن الرؤية الرئاسية الرؤية المرة دي هتكون انتقال من النقاش والنيجوشيشن والتفاوض للإمبلمنتيشن للتطبيق. طيب هنشوف. Egypt اللي هي استضافة بقى has called for full comprehensive broad and timely action on the ground. طلبت طبعا بحاجة comprehensive شاملة، ما تسيبش حاجة broad كبيرة، timely محددة، دي كلها صفات للحدث أو المطلوب منهم إن يعملوه، لازم يبقى أي حاجة تتجاز عملية. According to experts along with a review of how the Paris Rule Book is implemented. إزاي الرول بوك كتاب القواعد اللي طلعوه في باريس يتطبق. The conference will also see negotiations on some sticking points later. Glasgow. كمان هشوف بعض النقاط العالقة يعني اللي هي محتاجة مناقشة حقيقية اللي اتعقدت أو اللي كانت مطروحة في جلاسجو. طيب الباراجراف اللي بعده ما شاء الله مقال دسم. These issues include funding, loss and damage so that countries on the front line of the crisis can deal with the consequences of the climate change that exceed their adaptability and keeping promises to provide 1 billion each year to finance adaptation in low-income countries by developed countries. عايز اقول يعني من الاخر ان لازم الموضوع يشمل التمويل funding التمويل الخسارة اللص والدمج الخسارة والاتلاف اللي هيحصل لبعض البلاد اللي هي طبعا اصلا تورطت في الازمة لان في طبعا ايه consequences هتبقى فيه تبعات للclimate change لانه هيغيروا بعض الصناعات بتاعتهم اللي هي تتعدى exceed their adaptability مقدرتهم على التغيير أو التكيف نفسه تكييف الوضع نفسه يعني غلق بعض المصانع وتغيير بعض الغازات والكلام ده وتمويل حوالي 100 بليون من البلاد المتقدمة للبلاد المش متقدمة. البراجراف اللي قبل الأخير بيقول لك the negotiation will also include تتضمن برضو include technical discussions مناقشات technical تقنية for example على سبيل المثال to determine عشان تقرر how countries should practically measure their emissions so that there is a level playing field for all. يعني هيبقى في يعني يقرروا ايه هو المقياس او ايه هو الحد المسموح للانبعاثات الايميشنز اللي بتلوث الجو يعني لكل دولة. ايه الحد بتاعك انت دولة كبيرة دولة صغيرة صناعة عندك كبيرة صغيرة المسموح لك انك ايه تلوثيها او ما تلوثيهاش. طبعا البراجراف الاخير بيقول لك all this discussion will pave the way for the first global assessment during COP28 which in 2023 will assess collective global on progress on mitigation, adaptation and ways to implement the Paris Agreement. ايه يعني بقول لك المناقشات دي سوف تمهد لأول global تقييم للجلوبال تشينج يعني للتغير المناخي للشغل بتاعهم يعني خلال المؤتمر 28 اللي هيعقد في 2023 وهيقيم العملية عملية انحصار يعني الانبعاثات والتلوث والتكيفات اللي حصلت للبلاد والتطبيقات العملية اللي افترضها مؤتمر باريس أو اتفاقية باريس. الإساي ضخم كبير يعني وفخم وثري في كثير يعني لكن انت استفيد منه خد منه بعض المعلومات
وصيغها براحتك، او خد منه بعض التعبيرات واكتبها وضمنها الايساي بتاعك. بس كده، دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.